هادشي ماشي حق، ماشي حق، ماشي حق. هذا ظلم، هذا استبداد، هذا هبال. هادشي ما بزاف. ما كنعسش، كناخذ ادويه غير باش نعس. 42 مليون تعبت عليها، تكرفست عليها، الناس كتخدم بنهار، انا كنخدم 24 ساعه على 24 ساعه. لا اله الا الله. الله يجازيك بخير سيدتي العمده، ارجوك ارجوك ساعديني. انا ما كنطالب شي حاجه فوق الطاقه، اما يعطوني رزقي يرجعوا لي غير 42 مليون ديالي، او يعطوني المشروع انا اللي قدرت عليه ديروه معايا. ارجوكم وسيدتي العمده، ارجوكم وسيدتي العمده، هادشي بزاف، ما بقاش عندي احتمال. السلام عليكم. انا عندي مشكل، مشكل كبير مع الجماعه الحضاريه. منذ 2000 كانت الجماعه ديال سيدي معروف كان عندها محلات تجاريه ارض، فعيطوا علينا، ماشي حنا اللي جينا، بما يسمى بالمارشي. قال لك عندنا مارشي غادي يكون فيه الارضيه، محلات تجاريه للتجار الاحرار، والفوق غادي يكون سكن للموظفين. اجيو خذوا المحلات من هنا لسنه، غادي نكملوا لينا الباقيه، اللي عندكم عطيوه، واللي ما عندكمش ملي نبغوا نسلموا لكم المشروع كملوه لينا. ولانني انا كنت كنثق في السيد اللي كان فريد تيدار، جيت واكد لي ان الموضوع جدي، ما فيه لا هزل لا كذوب لا حتى شي حاجه. توكلت على الله، عطيتهم 13 مليون. 13 مليون عطيتها في محل تجاري، وحسبوه لي ذاك الوقت ب 7000 درهم، وكملت المساله في 42 مليون. قالوا لي ها انت دفعتي 13 مليون، ملي نعيطوا عليك كملي الباقي، ديك الساعه غنسلموا لك المشروع، راه من هنا العام غيكمل. توكلت على الله، حطيت 13 مليون، وماشي انا بوحدي، كاين 40 موظف حطوا حتى هما مبالغ ماديه في الشقق. مزيان. من ديك الساعه تغير النظام، جاء مجلس المدينه، ولا تغير العمده، ولات المسائل تغيرات. كنجي انا بشكايات كتابه، كيقولوا لي ودي راه كاين تغييرات، صبري شويه، صبري صبري، حتى 2015. 2015 انا في الدار، جاني الانذار الاول، جاني الانذار الثاني، والانذار الثالث. اشنو تيقولوا لي؟ باسم عمده المدينه، عمده مجلس المدينه، تيقولوا لي اجي راه المشروع قيد التجهيز، اجي كملي لينا فلوسنا باش نسلموا لك المشروع، ولا ما بغيتي شاي غتسناين حتى نرجعوا لك فلوسك الا كانت عندنا المؤونه. مشيت انا تسلفت، تكلفت، درت جميع ما نقدر عليه، وكملت لهم 29 مليون وما يزيد باش نكمل لهم داك المبلغ ديال 42 مليون. وما دفعتهاش لشخص معين، دفعتها للدوله، القبضه، يعني باش نكون مأمنه، وماشي غير انا، جميع الناس اللي دفعوا من 2015. وانا اليوم غدا، اليوم غدا، في الاول كان واحد المسؤول سميتو عبد الله شويه، ولا زيدان مصطفى، يعني عده مسؤولين. كتمشي عند مسؤول كتقول لي بكتابه اسيدي انا ها واقع ليا، عطوني فلوسي، انا مراعي ساميه خدامه على راسي، وكنعاني امراض، وعندي ظروف اقتصاديه وصحيه، وعمري 57 سنه وداخله على 58 سنه، من مواليد 8/3/64، اليوم العالمي لحقوق المراه، وحقي ضاع في هذه البلاد. ما بقيت عرفت واش غنطلب، ولا نمشي نتشرد، ولا اش غندير. 42 مليون مشات ليا، واش نتهم الدوله؟ واحد الموظف طردني، عيط لي على لي سيكوريتي الامن، كيقول لي سيري في حالك، طردني طرد الكلاب، عيط على لي سيكوريتي، قال لي انت ما كنعرفكش، سيري فين ما عجبك. من 2000 وانا كنجي، ومن 2015 وانا كنجي باستمرار. انا الان بعت رزقي، بعت داري باش نقدر نواكب هذه الازمه اللي حنا كنعيشوا فيها، ازمه اوميكرون، ازمه الفيروسات، ازمه الركود في التجاره. انا واش نطلب؟ واش نمد يديا؟ ولما نغلتج عباد الله، لما نغلتج يا ايها المسؤولين. 42 مليون اللي دات لي الدوله ما بغات تعطيني حتى شي حاجه، ما بغات ترجع لي فلوسي، ما بغات تعطيني محل تجاري ناكل منه طرد الخبز،
ولا كنوجه امري لله سبحانه وتعالى ثم المسؤولين من بعده. باش غنقول لك راني كنموت ماشي كنعيش، كنموت راني ما كنعيش. اش كنعيش وانا في العذاب الشديد؟ واش الدوله المفروض تحميني؟ انا امراه عصاميه، انا من مواليد شارع انفا، انا بنت كازا، خلقيت هنا وكبرت هنا وقريت هنا، كتسنى الموت تجيني. انا كناخذ الادويه، انا حالتي كما يعلم باغي الخالق عز وجل. كل من جيت لعندو كيصوت البيبان في وجهي، جميع الموظفين ما نعرف اش بغاو. كنقول لهم انا درت شكايات، ها هي عندي مكتوبه، يا استرجاع مبلغ، يا تسليم المحل، يا جميع الوسائل. ما عرفتش انا شنو غندير، ما عرفتش. دابا ملي كتجي هنا للجامع شنو هو الورود؟ انا اخر هو اليوم، وجيت نهار الخميس اللي فات، كل اسبوع كنجي جوج مرات. ما كاينش اللي موظف كيدفعني الموظف، ما كاينش اللي كيساعدني، ما كاينش اللي كيعطيني حتى كلمه. بالعكس كيعيطوا على السيكوريتي كيطردني، ما داروا معايا حتى شي حل، لا جواب. تيقول لك حنا ما كنعرفوكش، انا ماشي كنلعب. كنقول لهم رزقي عطيتو لكم النهار اللي بغاو البقيه ديال الفلوس، كنت عاطيهم 13 مليون، بغاو البقيه ديال 42 مليون صيفطوا لي الانذار. جيت لقسم الخدمات، خداو من عطاوني الاذن باش نمشي ندفع، خديت الاذن ومشيت للقباضه ديال جوج مرات ودفعت فيها، وعندي لي غوسي وعندي جميع الوثائق اللي كتبت هادشي اللي كنقول. هادشي راه ماشي حق، هذا ظلم، هذا استبداد، هذا هبال، هادشي راه بزاف. ما كنعسش، كناخذ ادويه غير باش نعس. 42 مليون تعبت عليها، تكفزت عليها، الناس كتخدم بالنهار، انا كنخدم 24 ساعة. الله يجازيك بخير سيدتي العمده، ارجوك ساعديني. انا ما كنطالب شي حاجه فوق الطاقه، اما يعطوني رزقي يرجعوا لي غير 42 مليون ديالي، او يعطوني المشروع. انا اللي قدرتوا عليه ديروه معايا. ارجوكم سيدتي العمده، هادشي بزاف، ما بقاش عندي احتمال. شحال غنعيش انا؟ 58 سنه، شحال غنعيش؟ سيدي انا دفعت 42 مليون للدوله للقباضه، عطيوني حقي، يا عطيوني فلوسي، يا عطيوني المحل. انا ما كنطالب شي حاجه، ديروا لي غير استرجاع مبلغ، عطيوني غير المهم، عطيوني حل. انا شحال غنعيش في هذه الدنيا وانا كنعيش بالادويه، كنعس بالادويه وكنفيق بالادويه؟ ما بغاو يديروا معايا حتى شي حل، لا انا ولا جميع الموظفين ولا جميع من ساهم في هذا المشروع. المشروع راه واقف سيدي معروف، مورا العماله ديال سيدي معروف، مورا التكوين، وبقيت ما عرفتش ولا حياه لمن تنادي، ما عرفتش لمن غنلتجئ، ما عرفتش شكون غنطلب. سيدتي العمده، كنطلب كل من بيده القرار، كنطلب صاحب السمو، كنطلب جميع الحكام يتولوا قضيتي. انا قررت من السلطه، هذا ما ماشي حق، راه ماشي، راه ظلم، راه عدوان. ارجوكم فكوا لي مشكلتي، سواء باسترجاع فلوسي او بالمحل، باي طريقه، المهم فكوا لي، الله يجازيكم بخير. هادشي راه حشومه وعار، عار وحشومه. احنا لا معنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.